العرض الثالث سيتناول الاحتلال الإسباني للمغرب، وكذلك العرض الرابع، وهذا الاحتلال وأيضا يندمج في إطار الطبيعة المعقدة لحماية المغرب. فالعرض الثالث سيلقيه الأستاذ أحمد الدرام في غياب سيرته الذاتية التي لم أتمكن من الحصول عليها. لا يسعني إلا أن أقول إنه أستاذ في التاريخ المعاصر وفي تاريخ الحماية الإسبانية بشكل خاص، وأرحب به في رحاب الفاس وأعطيه الكلمة وأنص على دورة احترام إذا أمكن. شكرا سيد الرئيس. تعريف كافي التاريخ المعاصر ويبحث في تاريخ الحماية، أعتبره كافيا. أنا أفدت الجمهور عن الطفل وكان حاول أيضا نقرأ هذا النص ونحاول نعطي المؤشرات ديالنا، منها أحسن التواصل، وثانيا نحطوا الخطوط العارضة بين هذا المكان علما أنه سينشر سيسلم طبعا. حتى نشكر مهتم الدوري مؤسسة محمد حسن الوزاني لخلق هذه المناسبة. وبالنسبة لهذا العرض دائما نجد أنفسنا كقبلة، نحن أصحاب الحماية الإسبانية، ولكن هذا هو موقع تشريع ديال الإبزار لهذا النوع ديال العروض ديالنا. بالنسبة للعرض ديالي يتعلق بمنطقة إسبانيا، ربما هذا كما قال السيد الرئيس يرجع إلى تعقيد المسألة الاستعمارية في المغرب. هذا نقاش آخر، هل من حسن حظ المغرب هذا الاستعمار المتعدي أم من حظ المغرب سوء حظ على مستوى الانعكاسات ما بعد الاستقلال؟ ولكن في البداية هذا يتيح لنا واحد دراسة مقارنة ديال التجارب الاستعمارية ما بين المنطقة الفرنسية وما بين المنطقة الإسبانية، حيث أنه كما يعلم الجميع المغرب تم تقسيمه إلى ثلاث مناطق، فرنسية في أكبر ترابها، ثم منطقة إسبانية في شمال المغرب، ثم منطقة دولية في مدينة طنجة ومدينة طنجة. يجب مع ذلك أن نلاحظ أن هذا الاستعمار، إذا سنتكلم عن المقاومة، هذا الاستعمار سواء من الفرنسي أو الإسباني وجد صعوبة في الدخول إلى بعض المناطق. لا يمكن أن نقول بأن مسألة الاحتلال وعملية الاحتلال تمت بنفس الشكل في جميع المناطق، وعامة في المناطق الساهلية نظرا لاعتبارات جغرافية إلى ذلك، فالاحتلال حسم بسرعة في هذه المناطق الساهلية. لا يجب أن يغيب عن ذهننا أن المغرب كدولة انهزم في هذه السهول في معركة إسلي، وكذلك نوعا ما في معركة تطوان، وبالتالي ما بعد ذلك في مرحلة المقاومة لم يكن من السهل أن تكون هناك حرب مكشوفة مع الاحتلال في المناطق الساهلية، مما يفسر سهولة دخول الاحتلال إلى مجموعة من المدن الموجودة في السهول، وصعوبة دخول المناطق الجبلية إضافة إلى منطقة الصحراء. وربما من سوء حظ إسبانيا أن أغلبية المناطق الموجودة في منطقتها هي مناطق جبلية، هي منطقة من 22 إلى 23 ألف كيلومتر مربع، وكما تعلمون هناك سلسلة جبال الريف وجبال الريف الغربي كذلك التي تمتد وسط هذه القبائل، مما ربما يساهم في تفسير شدة وحدة المقاومة في المنطقة الإسبانية. ومنهجيا سنحاول أن نتأثر إذن بصدد هذه المنطقة حول أطراف هذه المعادلة. المقاومة تحتمل بطبيعة الحال طرفين، تحتمل المحتل من ناحية أو المستعمر من ناحية والمستعمر من ناحية ثانية، وبالتالي سنتساءل عن طرف هذه المعادلة ثم اللقاء أو الاستيضاح ما بين هذه الوحدتين والنتائج التي أدى إليها هذا الاستيضاح. فإذا رجعنا إلى طبيعة هذه القبائل التي هي ريف جبالة، ما نرجعش
التاريخ والتفاصيل كثيره، كيف كانت تسمى هي قبائل الصوماليه في الاساس، كانت تسمى مراكز العدري، هذا كله ما غاديش نوقف عنده، ولكن ما يهمني في هذا الجانب هو انها اذا رجعنا للعصر الوسيط ومنطقه العصر الوسيط نجدها انها دائما قبائل شديده الشوكه اذا عرفنا، وقبائل مشاكسه. في عهد التدارسه كان عندهم دائما حروب مع المنطقه واحتضنتهم فيما بعد، ثم كذلك في عهد المرابية كان يحتاجوا الى عده حملات لاخضاع هذه المنطقه، ثم كذلك في عهد الموحدين اللي حاولوا كذلك ينقلوا بعض القبائل العربيه داخل هذه القبائل حتى يكسروا العصبيه ديالها، خاصه مثلا قبائل الخلوق الى العدري كاش يقولوا عندنا نصوص في النص ولكن ملخص. ثم كذلك حتى في عهد المريني نفس الشيء نفس الصعوبات، بحيث ان في الكثير من الاحيان كانت هذه الدول تحاول ان تحافظ على نوع من الاستقلاليه النسبيه لهذه القبائل تواصلا معها، وحتى تبقى هذه القبائل في سلم مع السلطه المركزيه، علما انه كما قلنا العديد من الصراعات سواء في العصر الوسيط او الحديث او المعاصر. المعادله تتغير مع القرن الخامس عشر. لماذا القرن الخامس عشر؟ لانه تعلمون ان بدات اذا الحروب الصليبيه، بدات الغارات الايبيريه، وبالتالي هذه القبائل تحملت مسؤوليه كبرى في صد هذه الغارات الايبيريه. منذ احتلال التوميليه عمليا هذه القبائل هي التي كانت تقف في وجه هذا الاحتلال، وربما ماشي ربما هذا اكيد ان غيره هذه القبائل على هذا المناطق ولعدم بسط هذا الاحتلال الاسباني وتمديد هذا الاحتلال الاسباني هو ما يفسر في جزء كبير منه اسباب معركه تطوان واسباب احداث ليبيا في 1693. فما نرجعش للاسباب وما في النقاش ديال محاوله من كوب بناء كوف اسباني بعد السته وبالتالي منعه الطرف من الهجره واللي ادى لحرب تطوان، وكذلك اسباب فيما يتعلق باحداث ليبيا. وهذه المنطقه مع نوع من الفراغ السلطه اللي اصبح يبدو في هذه المنطقه بدات تبرز بعض الامارات الجهاديه كما هو حال اماره بني الراشد مثلا في شفشاون. فالبعد الجهادي في هذه المنطقه اصبح حاضرا منذ القرن الخامس عشر، وبدات تتحمل مسؤوليه كبرى في صد الهجمات الايبيريه منذ هذا الوقت وكذلك خلال القرن التاسع عشر. بالمقابل نجد ان اسبانيا طبيعه الحال كانت تحتل سبتمبريه، ولكن يجب القول ان رغم احتلال هذه سبتمبريه لم تستطع ان تفهم وان تتفهم طبيعه هذه القبائل. لذلك نجد انها في 1912 كانت دائما لها اعتزاز كبير بانتصارات التي حققتها على المغرب نظرا للضعف الذي اصبح يبدو عليه في القرن التاسع عشر، وبالتالي الانتصار ديال حرب تطوان وفرض غرامات كذلك في ليبيا ظنت ان المغرب هو من الضعف، بحيث ان مساله الحمايه ستكون طرف عسكري ومجرد نزهه عسكريه في هذه المنطقه. واكيد على هذا لان كل التقارير الاستعماريه توضح وقع المفاجاه الذي كانت تعاني منه اسبانيا في اوائل عهد الحمايه سنه 1913-1914، توضح ان هناك مفاجاه كبيره بالنسبه للاسبان واخفوا ما امكن عن الراي العام الاسباني وقع او حقيقه هذه المعارك، وهناك رسائل يوطي في هذا الاتجاه قبل ان تقرر اسبانيا مواجهه الراي العام ومكاشفه الراي العام بحقيقه هذا الوضع. فهذه المفاجاه واللي كتدفع اسبانيا لمراجعه طريقة العمل أو سهولة انتصار بحقته في حرب تطوان، اتضح لنا طيلة عهد الحماية أو على الأقل ما بين 1912 و 1927. بماذا تتميز هذه المرحلة بالنسبة للطرف الإسباني؟ فسنجد أنه ليس هناك مفاجأة، هناك طريقة تتعامل مع هذه المفاجأة، وليس هناك استراتيجية واضحة في الحرب. فهناك
حتى أوضح أنهم مثلا خلال الزمن اليوروبي الذي امتد إلى 1925 سنجد أن هناك ثنيات ديال ما يقارن أو ما يوازي المقيم العام، أي المندوبين الساميين في المنطقة الإسبانية. فهذا كان يعكس التردد والتجريبية التي كانت تعاني منها دولة إسبانية، بحيث أن كل مرة كانت تكشف أو تكتشف فشل سياسة معينة وتذهب إلى تطبيق السياسة المعاكسة للسياسة التي كانت تعتنقها. فمن 1913 إلى 1925 هناك الفروم وعيدة فرضة إلى ذلك من المنطقة السابق، وليس هناك استمرارية في هذه السياسة إسبانيا داخل المنطقة، بل أكاد أقول أن كل سياسة وكل سياسة خلال عهد سامي معين تأتي لتنفي السياسة التي كانت معتمدة سابقة. في الكثير من الأحيان كان هناك تناقض واضح ما بين مرحلة سياسية معينة، حال أعطينا مثلا 1914 إلى 1918 اللي هو عهد حكومة السامي سميتو خردانة، فيه مجموعة المكاسب السياسية، وكان يعتمد التواصل السياسي مع رجال المقاومة مع القبائل. نجد مثلا فيما بعد بيرينغير من 1919 إلى 1922 يختاروا الحرب بشكل كامل. حقق مجموعة من الابتسامات في 1922 نجيب بورقيقي اللي هضم هذا الشيء كله، ولا كذلك التواصل السياسي والاتفاقيات السياسية مع القبائل ومع زعماء هذه القبائل في هذه المنطقة. فإذا أقول أن السياسيين في الدولة الإسبانية والأحزاب السياسية في المنطقة الإسبانية كانت عاجزة عن إيجاد حل للتعامل ولبسط مسألة الحماية داخل منطقة ترابية. تكلفات واحدة مهمة هي بسط الحماية في هذه المناطق، ولكن إلى حدود 1919 ما زالت تحتل فقط خمسة هذه المنطقة، وبالتالي أصبحت المغرب قضية انتخابية، قضية عند الأحزاب اللي كانت من المظاهر داخل إسبانيا أن الأحزاب كانت تحكم وكذلك تنزل بسرعة، وكان هناك تغيير سريع للحكومات يرجعوا ربما حتى اليوم كنشوفوا الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي كذلك، ولكن في هذه المدة كانت القضية المغربية قضية أساسية، قضية جوهرية في انتخابات إسبانيا خلال هذه المرحلة. وفشل هذا السياسة إبعاد خطأ عن شبه الجزيرة الليبية خاصة عن إسبانيا، إبعاد الجيش إلى داخل المغرب. هل الجيش لماذا كان يمتاز؟ كان يمتاز بضخامته، بحيث أنه كان يصل ب 50,000 غيصل حتى 175,000 في 1924، علما 17 جنرال في 1913، علما أن المنطقة الفرنسية تقريبا هذه 6 أضعاف ديال الجيش الفرنسيين خاصة في المنطقة الفرنسية. فهذا يوضح ضخامة الجيش الإسباني المعتمد داخل المنطقة المغربية. ثم كذلك هناك مسألة أخرى عن الإسبان، وهو أن الجندي كان يقوم بكل المهام داخل المنطقة الإسبانية. الجندي هو المكلف بالحالة المدنية والإدارة والإقامة إلى ذلك، فهذا كان يعطي ضخامة لهذا الجيش. كان يقصي السكان المحليين سواء في المنطقة الريفية أو الجبلية من المساهمة في هذه الإدارة. ثم كذلك يجب أن إذا كان الجندي هو المكلف بالتواصل مع القبائل، فإذا كانت المهمة الحماية الأساسية هي تحضير وربما تحديد هذه القبائل، فالجندي هو غير مؤهل للقيام بهذه المهمة. وإذا الحماية الإسبانية في هذه المطار كان عندها وجه عسكري أكثر منه شيء آخر، وهو مدعاة كفاية لرفض هذه الحماية باعتبار أنها ترتكز أساسا على قضاء عسكري، والجانب العسكري هو الجانب الأحد لهذه الحماية. فهذه هي الظروف التي كان يجاز فيها الجيش الإسباني يتدخل في الشأن السياسي، يظهر على الحكومات الإسبانية لمزاولة الحروب في العديد من الأحيان، وأحيانا كان
يفرض العكس أي لجوء إلى الشأن السياسي. بمعنى آخر إذا لاحظنا أن الحكومات والأحزاب السياسية كانت غير مؤهلة لحل القضية المغربية، فالجيش والآخر كان مليئا بالتناقضات ما بين وجوب الإقبال على المعارك. والمثال الشهير في هذا الشأن هو سيلفستر اللي مات وبراسو في معركة أنوان، كان يدافع على الاتجاه الحربي، وهناك طرف من الجيش كذلك كنا نجده يدافع عن الجانب السلمي والجانب المدني، ومن زعمائه زعيم الانقلاب العسكري في 23 شتنبر 1923 بريمو دي ريفيرا، اللي السياسة ديالو كلها كانت تقام على ضرورة الانسحاب من الأراضي الداخلية للمنطقة الجبلية والريفية والاكتفاء بالمواقع المحصنة بالقرب من السواحل ومن المراسي. فهذا هو الجيش وفشل السياسيين. والقضية المغربية إذن يجب أن نقول أنها ساهمت في إضعاف النظام الملكي، في إضعاف الأحزاب السياسية، وبالتالي في أسعفت الجيش في الوصول إلى الحكم خلال مناسبتين في 1923، وما ننساوش كذلك في عهد فرانكو في 1936، يعلم الجميع أنه انطلق بالمغاربة وحارب بالمغاربة وفرض نظام ديكتاتوري إلى 1975. فإذا هذا هو الوضع. لا يمكن أن نقارن بين الجيش الإسباني والقبائل الجبلية. القبائل الجبلية إذا حاولنا أن نشوف نرى عفوا ما هي إمكانياتها، هناك مجموعة من السهول ضيقة اقتصادية، الوديان ما بين هذه الجبال هي الأرض التي تحرث من طرف القبائل، إذا اقتصاد ضعيف جدا، هناك حتى في ذلك الوقت بعض مواسم الجفاف، إذا عمليا انهيار اقتصادي إذا هبطنا. هذا هو الاقتصاد اللي كان موجود في هذه المنطقة، وهو ما يسمى به البعض باقتصاد القلة أو اقتصاد الندرة. على مستوى إمكانية السلاح نجد أنها تنطلق كذلك بما يعرف في تاريخ المغاربة بالمكحلة، وكانت تسمى إما خماسية إما السماعية حسب طولها، وحتى الشيء واضح أنها ستحاول أن تجدد فيما بعد هذه الأسلحة بالغنائم، ثم كذلك بالتهريب الذي كان يسعف هذه الحركات في الحصول على العديد من الأسلحة، وأساس منها سلاح كان معروف عند المغاربة آنذاك هو سلاح الموزر. فهذه الإمكانيات إذا قليلة جدا، وفي المقابل الجيش الإسباني يصل إلى 150,000، له الرشاشات، له المدفعية، وله فيما بعد كذلك استخدام الطيران بكثافة ما بعد 1919 بشكل خاص. على مستوى الأعداد لا يمكن أن نقارن، الجيش الإسباني يصل إلى 150,000، وعدد المقاومين كما يحدده اليوطي في إحدى التقارير الجميلة والواضحة والكافية، عدد المقاومين لا يصل أبدا إلى 40,000 في كل المنطقة الإسبانية. عدد ليزونجاجي، عدد الموظفين في معركة واحدة، قد يصل في أقصى الحالات إلى 10,000 مقاوم، وقد يصل الطرف الآخر إلى 40,000 جندي، وهذه مثلا حالات واحد معركة الشاون في 1924. إذا الاختلال في ميزان القوى واضح، تفاوت على مستوى العتاد واضح، كما قلنا استخدام الطيران واللي غريب نحاول ناخذ شي شويه في هذا الموضوع. على الاتحاد ما عرفتش شنو غادي تشوف الطيران ولا لا. اللي غريب انه رغم هذا التفاوت في الامكانيات بغيت نجي لواحد، لان واحد الكتابات كثيره ظهرت على مستوى الغازات السامه، اللي خاطر انه رغم المدفعيه رغم الطائرات هناك عز ديال الاسبان في احتلال هذه المنطقه. لذلك مباشرة ما بعد أنوال معركة أنوال في يوليو 1921 في غشت نجد بداية المفاوضات على من طرف إسبان للحصول على غازات السلمة كحل لعزلهم عن احتلال هذه المنطقة. سنجد بداية استخدام هذه غازات السلمة في قذائف مدفعية منذ جويلية غشت 1922، ولكن بشكل مكثف من طرف الطيران من سنة 1924.
لأقول لأخلص إلى القول بأن عمليا إسبانيا لم تربح الحرب بشكل شرعي، ولكن لجأت فيها إلى استخدام وسائل ممنوعة دوليا ومحظورة دوليا، وبالغزة السامة تمكنت من فرض نفسها على هذه القبائل. أرشيف جوج ديال الإشارات السرعة، كتعرفوا شنو هو والتر هاريس، أحد الضالعين والعارفين بتاريخ المغرب، سيقول عند نهاية حركة عبد الكريم، وفي 27 من مايو 1926 استسلم عبد الكريم الذي لم يعرف تاريخ مقاومة الاستعمار مثيلا له إلى ذلك الحين. وما بعد عبد الكريم الخطابي، محمد بن عبد الكريم الخطابي، استمرت المقاومة في منطقة الشمال لسنة، أكثر من سنة، لأن 10 يوليو 1927 انتهت. كان كذلك استعمال المكثف والمكثف جدا للغازات السامة. غادي ندير غير واحد الإشارة كذلك ديال القنصل الألماني اللي كان كيعاين، القنصل الألماني في تطوان اللي كان كيعاين استخدام هذه الغازات السامة، واللي غايقول واحد الفقرة في التقرير ديالو كلاما حديثا عن هذه الغازات، يقول: لم تكتفي القوات الإسبانية بتدمير القوى والمناطق السكنية والتي كانت تعتبر قواعد للمتنبئين، بل مارست عمليات التقتير الجماعي بتلك المناطق، وهي ممارسات يمكن وصفها ببساطة بكونها إبادة شاملة للسكان. يضيف فيما بعد أنها أول حرب في تاريخ البشرية، أول حرب كيماوية في تاريخ البشرية، وحسمت بالغازة السامة وبالوسائل الكيماوية. وشكرا. طيب أستاذ مجرى على هذا العرض الذي يمكن بكل تأكيد على المستمعين هناك المتمكين من مادتين والتسميع.
إذا كنت